المهاجم خطير لاعب رقم 9 ميتشل. هنا ضربة ركنية، محاولة تقليص من لاعبي الفتح، عرضية، جول، عرضية، جول، 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 هدف فتحاوي للتعديل. الفتح يقلص الآن، يقلص الآن لتصبح 2-1، لتصبح 2-1 قبل نهاية شوط المباراة الأول بدقيقة في الوقت بدل الضائع. محمد ناجي برأسه يسجل هدف التقليص للفريق الفتحاوي. شوف ناجي، شوف ناجي محمد، شوف محمد ناجي برأسه لعبها على يسار حارس المرمى مصطفى زغبة. 2-1، 2-1 راح يعطي إثارة.